هي طبعا تقريبا اكثر من 500 شخص من الكوادر الطبيه خطيه يعني اصيبوا، وهناك العشرات ايضا توفوا والله يرحمهم. نعم كان عندي لقاء انا مع هو نفس يمكن قناه الفلوجه مع نقيب الصيادله كذلك، هم شرح الرجل وعانى من نقص الكوادر الطبيه اللي عنده وكان مناشدته بان تكثيف الكوادر الطبيه لغرض التغطيه في بعض المستشفيات. حقيقه استاذ صباح اليوم احنا نطالب من كافة شيوخ العراق، من كافة شيوخ العشائر، من كافة الآباء، من كافة منظمات المجتمع المدني دعم الوقاية، دعم الوعي. هناك مشكلة عالقة كبيرة في الوعي. إضافة إلى ذلك ذكرنا هسه اليوم أصبح حظر التجوال ما يفيد، يسبب مشاكل كثيرة، يسبب فقر، يسبب تأثير على ذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقة، هناك مشاكل كثيرة في المناطق الشعبية. ما عندك خدمات، لا كهرباء ودرجات الحرارة في ارتفاع، ما عندهم الخدمات هاي موجودة. صحيح، يعني احنا لما نطلع نقول يا مواطن التزم ايضا الموضوع محرج صراحة. واجد انه المواطن في يعني في بعض الجوانب محق، يقول انا شلون التزم، لا منطيني كهرباء اكيد ولا منطيني فلوس. بما أنه جبنا طاري الفلوس الشيخ، يعني هل تعتقد أن الدولة مقصرة مع ذوي الدخل المحدود الفقراء اللي بالعراق؟ أنا أطلب منك تلتزم زين، أنا بالمقابل غير أساعدك ماديا. أستاذ صباح، شنو هو هذا الموضوع يا ريت وتحدث. هذا الموضوع ذوي الدخل المحدود، يعني إذا حتى لو وفروا المبالغ المالية القديمة اللي توفرت لهم غير مجزية. اللي هي شقد كانت المبالغ المالية؟ كانت كل شخص يمكن تلوحها 100,000 كل عائلة. قصدك هاي مال الرعاية الاجتماعية؟ لا خصصوا مبلغ خلية الأزمة هي. تمام. زين، هذا هو علاج القلب. ناشدونا بعض العوائل المتعففة ومصور عنده موجود موثق بالمناطق الشعبية. نعم. علاج مال القلب ب70,000 بس الباكيت الشريط مالته، هو يروح يستلمه من العيادة الشعبية. خطير. يعني أنت إذا تقطع علي الطريق وتعطل العيادة الشعبية ما راح تنطيه. اللي هو كل شهر ياخذه على حساب الدوله، راح تكون كارثه هنا. لا كفته 100,000 ولا قدر يجيب علاجه، هاي مشكله كبيره. وسا ماكو عياده شعبيه، هم اغلقوها وخلوا بس المستشفيات الحكوميه. اغلقوها المستشفيات، هذا موضوع اخر. يعني احنا شفنا لاحظنا هسه اليوم هواي مستشفيات فتحوها تخص جائحه كورونا، والكوادر الطبيه يراد لها تعزيز ويراد لها دعم. يعني المواطنين اليوم اصبحوا سند للكوادر الطبية. حقيقة احنا جاي نشوف بعض المناطق الشعبية ولاحظناها في بعض المكانات يشيلون البطل مال الأكسجين يوصلونه للغرفة يساعدون الأطباء، وهذا حدث فيه التواصل الاجتماعي. جهود تطوعية وحقيقة. نعم. مفخرة. نعم، واكو ناس كثيرة أصحاب، يعني أنا شفت شيوخ عشائر، وعندنا لجنة مشكلة من مجلس شيوخ عشائر مدينة الصدر الذي يترأسه أخي الشيخ نافع، تواجدوا في مستشفى الإمام علي مع مدير المستشفى الدكتور مصطفى. نعم. وهناك تعاون كبير، تعرف مراتك وبيهم اللي جاي مصاب عصبي. نعم. أبوه حالته النفسية منهارة، حالته النفسية منهارة، يبدي يصيع على الأطباء، يشوف ذولي واقفين شيوخ عشائر عمامة قرايبة خلينا نقول من منطقته، يقولوا يا أبا على كيفك، خلينا نساعد الأطباء، خليهم يصرفون. يعني نشوفك أمور هواي جاية تتعالج إن شاء الله. نصبح يعني أصبح اليوم الوعي عند الشعب العراقي وعند المجتمع العراقي موجود. تمام. بس السبب وين؟ هسه اليوم في تركيا، خلينا نقول احنا اليوم في تركيا، في تركيا كل واحد يجي مسج على الرساله على التليفون مالته يروح يستلم كمامات من الصيدليه على حساب الدوله. بالضبط. هذا شغل البلديه. صح. شغل امانه بغداد او شغل وزاره الصحه.